السلام عليكم أصدقائنا. ينابيع السياحة المعدنية مع ضيوفنا الأعزاء الذين قدموا الإمارات العربية يوم ممتع. أنا بالنسبة لي يوم ممتع، بعض الشباب يقولون ممتع ما يحتاج لنا نحكي. راضيين؟ درجة الحرارة هنا في الماي تقريبا 34 35 درجة. شوف بدأ اندفاع الماء 8 دقائق يخمد الماء، بعد ذلك يبدي بالاندفاع. إذا خلينا الماء واحدة اندفاعها يصل إلى نص متر ويندفق معها روائح غازات. والله يعني رحلة ممتعة مع أرارات للسياحة، وهاي فرصة سعيدة تعرفنا على أخوين، وصراحة يعني خدمنا أحسن خدمة وكان خير مرشد لنا في أرمينيا. بس الطريق شلون كان؟ والله الطريق شوي يعني هو السفاري طبعا رحلة السفاري صعبة، لكن بالفور ويتنا طيب. واحد ما يتغدى بعد ما يرجع يتغدى. ايوه شوف بدا الاندفاع المي هسه. للاسف ما نقدر نعرض الروائح اللي تنبثق من المياه. شوف شوبر انت معلم. ايوه تعالك محمد، خليك ثابت. بامكانك الاشتراك في هكذا رحلات. تطلبون من عندنا رحله السفاري أو إحنا نقترح عليكم، توافقون أو ما توافقون هذا مشكلة. لازم أضغط عليك بقوة. هسه ترى المي عن جد المي دا يدفع أبو محمد. ها إحنا لازم حتى لا يطلع فلازم نخلف البرد. ما شاء الله عليك.